بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا الأيام دي في ظل الغلاء والظروف والحاجات اللي بترتفع وبتتزايد كل يوم بشكل صعب جدا، احنا بنحاول ان احنا نوفر ونعمل الحاجات بتاعتنا في البيت عشان تقدر تساعدنا ونقدر ان احنا نستفاد بإعادة تدوير الحاجة. يعني انا بسمع الناس بتقول كيلو الزيت ب 30 جنيه، انا بنصحك ان انت بدل ما تبيعي الزيت انت لو هتقدري تعيدي استخدامه. وانا جبت لكم كذا وصفة للزيت المستعمل على القناة وازاي اصلا ننقي الزيت من الشوائب. طبعا قنوات الطبخ بتستغل نقطة تنقية الزيت من الشوائب عشان يعيدوا تدويره، لا ده غلط جدا. احنا بننقي الزيت سواء بالاعشاب او بالنشا عشان خاطر نعيد تدويره في الصابون، مش نستخدمه كالقلي تاني. طبعا احنا عاملين الصابون ده مع بعض بالقناة، انا هبشر الصابونتين دولت عشان نعرف احنا هنعمل ايه. ويلا بينا. طبعا زي ما قلت لكم ده الصابون اللي احنا عاملينه مع بعض بالعسل وباللبن عشان خاطر من الزيت المستعمل، لكن ما حطناش فيه غير الصودا القوية بس والعسل واللبن عشان نقدر نعيد تدويره. النهاردة خدنا منه مقدار كده، دول صابونتين تمام، وهنبشرناهم عشان بس الوقت انا ما اطولش عليكم. ده كل اللي انا عملته، هجيب حلة كده استنلس وهنزل بالصابونتين بتوعي اللي انا بشرتهم. وهجيب كده حوالي لتر مية سخنة او لتر ونص او لترين على حسب الكمية اللي انتوا عايزينها. انا ما بزودش المية قوي غير لما بدوب الصابون معايا تماما. هاخد الصابون ده على نار هادية كده زي ما انتوا شايفين، هو كده خلاص داب، بس انا عشان اسهل على نفس الموضوع هاخده على النار وهدوبه كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، هو خلاص بدأ يدوب معايا. طب انا هعمل بالصابون ده ايه؟ انا هعمل شاور جل من اكتر الشاور الناعم، بصوا يعني هتلاقيه مختلف تماما عن اللي انت بتشتريه من بره، وهيختلف تماما وانت عاملاه في البيت واقتصادي وبطريقه بسيطه. كل اللي عملناه، ما عملتيش الصابون ده معايا من البدايه خطوه بخطوه، هتجيبي من بره صابورتين وتبشريهم وتمشي معايا بقيه الخطوات. هاخد بس الصابون ده ادوبه على النار وهرجع اقول لكم احنا هنعمل ايه. انا خلاص كده اهو الصابون داب معايا وبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهو سخن كده هحط معلقتين كبار من السكر وادوب كويس جدا. طب ايه فايدة السكر؟ السكر بيديني رغوة عالية جدا، وطبعا ده انا عاملاه كله كده من مواد طبيعية، مش حاطة فيه اي حاجة كيميكال خالص، حاطين فيه لبن في الصابون الاساسية وحاطين عسل. بصوا القوام بدأ يتقل معايا ويبقى جيلاتيني ازاي، ده كده قوام الشاور. ممكن تعملي كمية اكتر من كده، ممكن تعملي اقل من كده. طبعا بنستنى بقى لما يبرد خالص ونكمل بقية المكونات، لان في لسه مكونات هنحطها تاني، بس لازم لما يبرد. دي المكونات بس، هو السكر بس اللي بنحطه عشان يدوب معانا بكل سهولة وهو سخن. وكمان هحط معلقة من بيكربونات الصوديوم، معلقة صغيرة، وطبعا دي بتساعد في التفتيح وبتساعد في إزالة الجلد الميت، بتساعدني في حاجات كتير قوي. طبعا بتساعد على قتل البكتيريا في الجسم. ولسه برضو هنحط مكونات تانية. انا عايزة اقول لكم ان مفيش حاجة ثابتة احنا بنعملها، يعني ممكن انا جسمتي او بشرتي بيتحسس من مكون ممكن اشيله، مش شرط احط كل المكونات، ممكن احط مكون واحد بس، ممكن احط مكونين، ممكن احط ثلاثة، يعني مفيش في الوصفات حاجة ثابتة. ممكن نحط مكون، ممكن نشيل مكون، كل واحد على حسب المتاح عنده،
يعني ما فيش حاجة ثابتة، بس دي كده طريقة الشاور جل. لو انتي ما عملتيش الصابونة دي معايا، انا هسيب لكم الرابط بتاعها في حرف الاي او في شاشة النهايات. لو ما عملتيهاش هتجيبي صابونتين، اي نوع صابونتين هتبشريهم وتبتدي تضيفي المكونات دي معايا، هيبقى عندك افضل. بصوا شاور جل اهو، بصوا اصلا، بس بصوا اصلا يعني الصابونة، بصوا النقاء بتاعها ازاي، عشان احنا عاملينها من الاساس باللبن والعسل فقط لا غير، من الزيت المستعمل، يعني ما عملناش حاجة غالية او حاجة، مكونات كلها من بيتنا. هنستنى نبرد وهنكمل مع بعض بقية المكونات وهنشوف هنحط ايه تاني. انا هنا كده خلاص بدأ، بصوا القوام بتاعه بدأ يبرد، بس مش قوي، في شوية بقى اضافات هنضيفها هنا كده عشان خاطر انا عايزة اعمل الشاور جيل ده، شاور جيل زي ما بيقولوا كده، حريمي كريمي. هنا انا عندي خطوة ودي مش اساسية، هنا انا عندي لوشن ده بستخدمه بتاع بيرفم معايا، عندك اي لوشن حطيه وهندوبه كده. انا عايزة اعمل شاور كريمي زي اللي بيتباع بره. انتوا متخيلين العبوة دي؟ اني معدي الازازة الصغيرة مثلا منها حوالي 50 ملي، ممكن تكون معدية 200 جنيه. احنا هنعمل كمية قد ايه بحاجات بسيطة من الزيت المستعمل كده. انا دوبت طبعا، بس بيبقى مش سخن، وفي نفس الوقت ادوب هيديني ريحة حلوة للشاور بتاعي، وفي نفس الوقت كمان هيديني ملمس كريمي. بس مش عايزه اكتر قوي عشان لما اجي اشطف الشاور من على جسمي ما يضايقنيش. انا هحاول بس بعد كده بقى طبعا هبتدي انقل ده في حاجه تانية عشان يبقى بعد كده سهل ان احنا نقلب، وفي نفس الوقت بصوا ما شاء الله القوام بتاعه زي اللي بنجيبه من بره بالظبط، وهو كمان لسه سخن ولسه تقيل زي ما انتوا شايفين كده. دي كل الاضافات اللي احنا حطيناها للصابونه اللي احنا عاملينها من الزيت المستعمل. انتوا متخيلين يعني احنا وفرنا قد ايه؟ الريحه طبعا قلبت الدنيا بقى مختلف تماما. هنقله بس في حاجه هنا بس عشان يبقى سهل التحكم فيه، عشان بعد كده لما نبتدي نصب الخليط ده في الزجاج الشاور بتاعنا. بصوا ما شاء الله كمية قد ايه يعني، واحنا لسه برضو على فكرة هو لسه سخن ولسه مبردش، ولسه هنضيف كمان مكونات تانية. انا عايزة اقول لكم اصلا الكمية دي تعادل 500 جنيه، والله بجد مش بهزار. هنا كمان انا معايا ربع كوباية من خل قشور البرتقال. عايزة تحط خل عادي مفيش مشكلة، الخل طبعا بيساعد في ازالة البكتيريا وتنظيف الجلد والحساسية قلب كل مكون، لازم نقلب كويس جدا يا جماعة، عشان بصوا بيبتدي بقى يديني القوام الكريمي. وبعد كده هحط ربع كوباية من منقوع القرنفل، وده هيساعد على قتل البكتيريا وتطهير الجلد وتعقيمه. وكده بقى عندي شاور كريمي رائع. ممكن حابة تحطي زيت عطري، بصوا القوام بتاعه اهو زي اللي بنجيبه من بره بالظبط، انا بوريكم كل خطوة، وهو كمان لسه مبردش معانا. ودي كده طريقة الشاور الكريمي، فاضل بس خطوة واحدة بس هنعملها مع بعض. وهنا كمان معايا حوالي نص كوباية من الشاور الجل، وده عشان طبعا يعتبر كمادة حافظة ليه، وفي نفس الوقت طبعا هيديني ريحة اقوى. حابة تحطي اي زيت عطري مفيش مشكلة، حابة تسيبيه كده، هو كده بصراحة مش محتاج اي حاجة. بصوا القوام بتاعه اهو، بصوا شفاف ازاي زي اللي بنجيبه من بره بالظبط، ويمكن كمان احسن. هو لسه تقيل لسه سخن، كل ما بيبرد كل ما القوام بتاعه بيخف معايا
وبيبقى شفاف اكتر. اقلب كويس المكونات، وبقى هنا عندي شاور جل كريمي لتنعيم البشرة بالبودي لوشن، يعني مش شاور بس يا جماعة للاستخدام. بصوا ما شاء الله اهو، هستنى بس يبرد ونحطه في الازاز، وكمان هختبر معاكم الرغوة دلوقتي. وهنا دي خطوة مش اساسية، انا عندي هنا الوان طعام لو انت حابة تلوني اهو، عشان يبقى زي ما اللي انا بجيبه من بره بالظبط. كمان حطينا له لون وبقى زي الجاهز بالظبط. حابه تغمقي، حابه تفتحي، يعني كل واحد بقى والحريه الشخصيه بتاعته. انا هنا حطيت ازرق اداني اخضر، سبحان الله الالوان بتاعت الطعام دي، احنا بنحط حاجه بتدينا حاجه تاني، ما اعرفش ايه الحكمه يعني. بس عامه هو لونه مش وحش. وكده الشاور بتاعي بقى جاهز. طبعا كل ما احط مكون لازم اقلب كويس جدا، كل ما احط مكون لازم اقلب كويس جدا عشان خاطر المكونات بتاعتي كلها تتمزج مع بعضها. هجيب ازازه كمان وهفضيه قدامكم ونشوف كده النتيجه بتاعتنا النهائيه. طبعا اهم حاجه في الشاور كل الخطوات، كل ما احط مكون لازم اقلب كويس جدا. هنبتدي بقى هنا، بصوا انا بالنسبه لي اللون كده يعني الى حد ما كويس، بصوا الشفافيه زي بتاع بره بالظبط، ويمكن كمان احسن واوفر. حابه تحطي زيت عطري من بتاع المعطرات اللي بيبيعوا العطور. تيجي كده نجيب ازازه القوام بتاعه ما شاء الله، انا حبيت اوريكم كل حاجه قدامكم. وكده ما شاء الله دي كميه الشاور اللي احنا عملناها النهارده، ازازتين. الازازه دي والله انا بجيبها بتعدي ال 200 جنيه عشان ده شاور كريمي بينعم البشرة. طبعا المكونات اللي احنا عاملينها انا عملته بقاعدة من الزيت المستعمل، صابونة صلبة، وبعد كده بشرناها وعملناها. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. طبعا في ظل الظروف الغالية والاقتصاد والظروف والمعيشة، بنحاول ان احنا نعمل كل حاجة بايدينا بس بطريقة صحية، وفي نفس الوقت كمان ما تضرش بشرتنا، ودي اهم خطوة. لان انا مثلا مش عشان اوفر ان انا اعمل حاجة تضر بشرتي او اخد وصفة تضر بشرتي وفي نفس الوقت اروح اعالج بشرة جلدي او جلدي عند الدكتور وادفع مبلغ وقدره. لا، احنا بنقول وفري، جددي شبابك مع رشا. مع رشا انتي احلى. اسرار الجمال الطبيعي مع رشا، وسلام وليس ختام، واشوفكم في فيديو جديد، واتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.